ينضم إلينا من عسقلان فراس لطفي، من القدس نضال كنعنة، ومن الحدود اللبنانية الإسرائيلية سلمان العنداري. أبدأ معك أولا فراس لطفي، من عسقلان وأبرز التطورات الأمنية والعسكرية. فضيلة، رغم مرور 7 أيام على هذه الحرب، إلا أن الصواريخ لا تزال تطلق من قطاع غزة باتجاه عسقلان وباتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة. قبل قليل كان هناك، وبالتزامن مع الرشقة الصاروخية باتجاه تل أبيب، صافرات إنذار في ناحل العوز، نير عام، وعلوميم، ومستوطنات أخرى. ولكن أريد أن يعني أذكر هنا بأن الرشقة الصاروخية التي انطلقت إلى تل أبيب، هناك إصابة مباشرة لمنزل في رحوفوت القريب من تل أبيب. هناك هذه الإصابة المباشرة حتى الآن من غير المعلوم إذا كان هناك أوقعت إصابات، ولكن هناك أضرار في المنزل بعد أن أصابه الصاروخ بشكل مباشر. إذن بعد 7 أيام لا تزال حركة حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة تستطيع إطلاق الصواريخ من بين الركام، وهذا يعني يجعل المشهد معقدا بالنسبة للخطط العسكرية الإسرائيلية، مع وجود ملايين من البشر في قطاع غزة، 2,200,000، وبالمقابل أيضا المعطى الجديد الذي يعقد الصورة أكثر، وجود الأسرى الإسرائيليين أو المختطفين الإسرائيليين. هناك مصادر يعني تتحدث في إسرائيل بأن هناك الكثير من الوساطات والاتصالات مع حركة حماس، سواء من مصر، من قطر، من حتى أعضاء كنيسة عرب، يتصلون ويحاولون فتح مسار للمفاوضات حول هؤلاء، إلا أن حركة حماس ترد بالرفض وتقول عفوا أن لا يوجد هناك إمكانية لمفاوضات تحت النار. هذا الملف مغلق طالما أن هناك صواريخ تنطلق من الجو باتجاه قطاع غزة وتمحو أحياء، وبالمقابل القتال لا يزال دائرا ومستمرا، وإطلاق الصواريخ مستمر، والإصابات المباشرة لمنازل إسرائيلية سواء في عسقلان أو في منطقة غلاف قطاع غزة مستمرة. بالجانب الإسرائيلي هناك محاولات وخطط لتفريغ المنطقة بشكل كامل من سكانها، لكي يكون هناك أريحية في العمليات العسكرية المقبلة للجيش الإسرائيلي، إخلاء لسديروت، إخلاء لأكثر من 24 تجمعا سكنيا في هذه المنطقة. أيضا لا تزال عمليات النزوح تجري من عسقلان ومن المدن المجاورة، سواء أجدود، عسقلان، وكما ذكرنا مستوطنات غلاف قطاع غزة. هذا النزوح يأتي بالتزامن مع استمرار الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية، سواء بالذخيرة أو بالآليات العسكرية أو بالأفراد. ونرى أيضا في المقابل في البحر هناك حركة نشطة لقطع بحرية إسرائيلية تجوب السواحل على طول الخط مع قطاع غزة حتى المدن الإسرائيلية الساحلية في الجنوب، وهذا طبعا يأتي بالتزامن مع استمرار القصف الجوي المكثف على قطاع غزة، والذي نستطيع أن نسمعه من هنا ونسمع انفجاراته القوية، وبالمقابل النداءات لإدخال مواد غذائية ومساعدات وممرات إنسانية حتى الآن مرفوض بالنسبة لإسرائيل، التي تقول بأنها ستبقي غزة مغلقة طالما هناك إطلاق للصواريخ. ننتقل فراس إلى القدس مع نضال كنعنة لمعرفة الخطة الإسرائيلية مبدئيا الآن في محاولتها لخلق منطقة عازلة في القطاع وترحيل المدنيين. 100,000 مدني يريد الجيش الإسرائيلي ترحيلهم من مناطقهم. قبل أن أتحدث معك نضال، دعني أذهب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يبدو بأن هناك قصف سلمان العنداري، أليس كذلك؟ نعم فضيلة، بالفعل تجدد القصف الإسرائيلي الذي أصلا لم يتوقف منذ نحو نصف ساعة بعد المعلومات الأمنية التي تحدثت عن محاولة دخول مسلحين وتسللهم إلى مستوطنة حنيتة
في منطقة القطاع أو شمال إسرائيل، منطقة القطاع الغربي على الحدود اللبنانية بين بلدتي علم الشعب والدهيرة. بعد ذلك بدأ القصف الإسرائيلي المدفعي على أماكن ونقاط متعددة، مراكز أمنية للجيش اللبناني، منها بحسب المصادر الأمنية موقع لاستخبارات الجيش اللبناني تم قصفه في منطقة الدهيرة أو على أطراف منطقة الدهيرة الحدودية. هناك دخان يتصاعد، نحن نتواجد مثلا في القطاع الأوسط، يمكن أن نرى يعني مشاهد من هذا القصف من القطاع الأوسط باتجاه القطاع الغربي في المنطقة الحدودية. قبل نحو ساعة استمعنا لأربع قذائف مدفعية إسرائيلية من هذه المنطقة وصلت وضربت أو استهدفت المنطقة في القطاع الغربي على الجهة المقابلة أو في منطقة القطاع الغربي الحدودية. إذن هذا التوتر، نسمع صوت قصف مدفعي حاليا، قصف مدفعي إذن إسرائيلي في هذه اللحظات أيضا يتجدد في هذه المنطقة بعد عملية تسلل أو محاولة تسلل وإطلاق صافرات الإنذار في منطقة حنيتة أو مستوطنة حنيتة القريبة من الناقورة على الحدود بين لبنان وإسرائيل. قصف آخر إذن يتجدد، لا أدري إن كنا سمعنا. نعم سمعنا هذا القصف. نعم. سندير الكاميرا فضيلة بالاتجاه الآخر لنريكم المكان الذي تقصف منه المدفعية الإسرائيلية هذه المناطق. هنا على هذه التلة، هناك خلف هذا الهوائي، هناك مدفعية رابطة، مدفعية إسرائيلية تقصف المناطق من القطاع الأوسط أو من الجهة المقابلة للقطاع الأوسط باتجاه القطاع الغربي. هذا القصف يتجدد الآن وهو مستمر بطبيعة الحال، يعني على أطراف بلدة الدهيرة في القطاع الغربي هناك ألسنة دخان تتصاعد من المنطقة، من أكثر من منطقة. كانت المعلومات الأمنية تتحدث إن من الجانب الإسرائيلي عن عملية تسلل ومحاولة دخول مسلحين إلى منطقة حنيتة، قاموا بمحاولة تفجير السياج أو الجدار الأمني في تلك المنطقة. بعد ذلك أطلقت صفارات الإنذار، قامت مروحيات إسرائيلية أيضا بقصف عدد من النقاط في محيط بلدتي علم الشعب، عيت الشعب وأيضا الدهيرة. نسمع القصف المدفعي يستمر باتجاه القطاع الغربي وهو يكاد لا يتوقف، يعني كل نصف دقيقة يعني نسمع قصفا مدفعيا إسرائيليا باتجاه المناطق الحدودية. فضيلة، كنت أتحدث عن هذا الحدث الأمني، هذا الأمر أدى إلى استهداف موقع للجيش اللبناني أو برج مراقبة لاستخبارات الجيش اللبناني وأيضا نقاط أخرى. المعلومات تتحدث بأن العملية مستمرة، هناك اشتباه بدخول مسلحين أو تسلل مسلحين، لم تعلن أي جهة حتى الآن عن هذه العملية أو عن مسؤوليتها. القصف يتجدد في هذه الأثناء أيضا، القصف الإسرائيلي، وهو التوتر أو تطور يأتي بعد يومين تقريبا من الهدوء النسبي، تخللته بعض التوترات الخفيفة نتيجة إنذارات خاطئة، ولكن الآن يبدو بأن القصف يتجدد ويتكثف من الناحية الإسرائيلية بعد الاشتباه بعملية التسلل من الجنوب اللبناني، وبعد أيضا إطلاق صاروخ من غزة اعترضته المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في صفت في الجليل الأعلى وهو قادم من غزة، صاروخ عياش 250 بحسب المعلومات. وكنا قد استمعنا أيضا لصوت اعتراض هذا الصاروخ. إذن نتابع معكم هذا القصف الذي نسمعه الآن والمستمر، قصف مدفعي إسرائيلي. إذن يبدو بأن وكنا قد لاحظنا يعني وجود مروحيات في الجو، يبدو بأن القصف توقف مبدئيا. لا، ما زال مستمرا. نعم، القصف مستمر كما نستمع. نعم، هناك هدوء ولكن كل دقيقة يمكن أن نستمع لقصف إسرائيلي يتجدد. فضيلة، إنه مستمر الآن، هناك قصف. نعم. سنبقى طبعا في متابعة معك فيما يتعلق بهذه الأحداث الجارية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. إذن هناك قصف متبادل على ما يبدو، أو رد إسرائيلي ربما على أهداف تمت إصابتها
سنعرف المزيد طبعا في سياق هذه الساعة الإخبارية إن كان رصد خاطئ كما حدث يوم أمس وكما أعلن الجيش الإسرائيلي. شكرا سلمان العنداري من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ننتقل إلى الموقف أيضا مع نضال كنعنة في القدس، ونحن نتابع طبعا هذه الصور من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. نضال، هناك ربما مشكلة تعيق الهجوم العسكري البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي قضية السكان، سكان غزة الذين رفضت السلطة الفلسطينية ترحيلهم. هذا كان آخر موقف من رئيس الوزراء الفلسطيني. نعم فضيلة، يعني أولا فيما يتعلق في بهذا الهجوم البري المرتقب الإسرائيلي وما يمكن أن يعيقه، أولا قضية السكان لم تكن عائقا أمام أي هجمات إسرائيلية في الفترة الأخيرة، وقالتها إسرائيل صراحة، قالت في البداية كنا ننذر مثلا سكان البنايات بأننا سنقصف هذه البناية، الآن هذا الإجراء غير متبع، ما نشك فيه، ما نرى أن أي موقع نرى فيه موقعا عسكريا لحركة حماس أو حتى سكن لأحد الناشطين في حركة حماس، وفي بعض الأحيان أقارب ناشطين في حركة حماس، نقوم بقصفه مباشرة. السكان ليسوا حسابا هنا، حتى أن إسرائيل ذهبت أبعد من ذلك، مصادر عسكرية أو أمنية إسرائيلية مطلعة جدا، يعني من القيادات العليا الأمنية الإسرائيلية تقول نحن نتصرف في قطاع غزة، نحن نقصف حتى بدون أخذ أسرانا بعين الاعتبار. لكن طبعا وجود 1,100,000 فلسطيني في المنطقة الشمالية من قطاع غزة قد يشكل عائقا، بمعنى أن عدد كبير من الضحايا في هجوم بري أو في هجوم جوي، ليس فقط هجوم بري لكن هجوم جوي مكثف على مدينة غزة وضواحيها، سقوط الآلاف مثلا، هذا يعني تقلصا في النافذة الوقتية التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل للانتقام من قطاع غزة، ربما مشاهد مئات وآلاف الضحايا في قطاع غزة على شاشات التلفزة، هذا سيؤثر على الدعم الذي تلقاه إسرائيل، وبالنسبة لها هذا عائق. كانت إسرائيل يعني لو كانت إسرائيل تأخذ هؤلاء بعين الاعتبار إلى هذه الدرجة لما طلبت نصف سكان قطاع غزة بالضبط أن يهجروا تماما، هي تطلب من سكان مدينة غزة التجمع الأكبر في قطاع غزة إخلاءها تماما، هذه أمور لم نكن نتخيلها. لكن هنالك أمور أخرى تعيق الدخول البري إلى قطاع غزة، وهي لا تتعلق بالسكان إنما تتعلق بإسرائيل. لطالما كانت تعتقد إسرائيل أو كل الرؤية الإسرائيلية لقطاع غزة كانت مبنية على بعض الافتراضات، أول هذه الافتراضات وأهمها أن حركة حماس ستحكم قطاع غزة. إسرائيل لم تكن تتخيل أي سيناريو لا تحكم فيه حركة حماس قطاع غزة، إسرائيل كانت تبني السيناريوهات على أن حماس ستحكم قطاع غزة، وكيف سنبني علاقات معها، كيف سنمنع حركة حماس من الدخول في مواجهة مع إسرائيل. الآن إسرائيل فوجئت واضطرت لسيناريو هي تقول بأنها لا تريد حركة حماس في قطاع غزة، إذن ما البديل؟ إذا دخلت بريا إلى قطاع غزة وقمت بهدم حكم حركة حماس كما تقول، ما البدائل الأخرى لحكم حركة حماس في قطاع غزة؟ الآن هذه السيناريوهات تحاول إسرائيل وبمساعدة أمريكية الوصول إلى سيناريوهات جديدة لقطاع غزة فيما بعد هذه الحرب، فيما بعد الدخول البري إلى قطاع غزة. إذا دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى وسط مدينة غزة، هذا يعني عمليا بعد ترحيل كل السكان من هناك سقوط حكم حماس على الأقل في شمالي قطاع غزة واقعا على الأرض، لندع السياسة جانبا، ماذا ستفعل إسرائيل بعد ذلك؟ هي لا تريد تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية الآن وباعترافها وباعتراف إسرائيل وباعتراف الواقع على الأرض غير قادر على فرض سيطرتها على مخيم جنين في الضفة الغربية، كيف ستفرض سيطرتها على قطاع غزة؟ نحن نذكر السلطة الفلسطينية طردت من قطاع غزة عندما كانت السلطة الفلسطينية في أوج قوتها وكانت حماس في أضعف أوقات أضعف حالاتها، كيف ستسيطر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة؟ كل هذا الآن يعيق هذه العملية العسكرية البرية على قطاع غزة. شكرا نضال كنعنة في القدس.